بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في جمعة الرقة الأبية على طريق الحرية نعلن نحن كتيبة الشهيد سليمان هنداوي التابعة لكتائب ولوية شهداء سوريا، تم بعونه تعالى مداهمة نقطة للجيش الأسدي متواجد بين فرع الأمن فرع المخابرات وفرع الأمن السياسي، وأسرنا الجنود التالي أسماءهم: أيمن جنيد، حاضر، محمد بريمو حايك، حاضر، عبد الرزاق عبود، حاضر، عمر خالد، حاضر، والله ولي التوفيق. تكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.